لأن قريتنا كثير حلو يعني في البر، أحلى شي عشت البر، وأنا ما بتمنى إن نطلع منها وبتمنى نظلنا فيها. الصعوبات اللي بنواجهها في القرية، نقص المي، نقص الكهرباء، ما في مواصلات، ما في بنى تحتية. وبالنسبة للكهرباء يعني احنا كثير كثير بنعاني معاناة كثيرة من الكهرباء، يعني بحاجتها احنا، لولا ان ما في طاقات شمسية لما يكون عندنا كهرباء، يعني بنعاني فشتي، بنعاني بيطفن علينا، بنقعد ايام وليالي من دون ضوء كهرباء. أنا بشوف إن بتتوفر عندهم أشياء بسيطة زي أشياء تعليمية أو ترفيهية، زي دورات التعليم، رسم، كرة قدم، دورات إنجليزي. هذول أشياء بسيطة موجودات عندهم في المدارس في المدن اليهودية ومش موجودة عندنا. الورشة الوحيدة اللي بتتوفر عندنا في القرية هي ورشة التصوير اللي عن طريق منتدى التعايش السلمي. بالبداية تعلمت على أساسية الكاميرات، وأخذت من كثير معلومات، وثقت الحياة في البر. أنا بفكر إن المشروع اللي إحنا بنشتغل فيه كثير مهم لنا وللجميع، لأن بخلينا نتواصل مع العالم اللي برا، نصور معاناتنا، نصور إيش بصير معنا، إيش بصير في القرية، كيف نصور لحتى نوثق حياتنا، يشوفوا قديش احنا بنعاني من هدم البيوت. كمان الصورة اللي انا صورتها نشرتها في معارض، وساعدني اخلي الناس قديش تشوف معاناتنا. انا شخصيا الصور اللي بصورهن بفكر انهن ممكن يوصلن صوتنا للعالم اللي برا. ايش كل شي بنعاني منه بنصوره، ممكن في افلامنا اللي بنروجهن يعرف العالم قديش احنا يعني في حالة صعبة يعني.